يقول أحسن الله إليكم: نرى كثيرا من الزوار يدعون باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو توجيهكم؟ السلام باتجاه النبي هو السلام عليه فقط، إذا أراد أن يدعو ينصرف ويدعو استقبل القبلة في المسجد، أما وقت السلام فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا له مثل الحي. نعم.